كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الانترنال فلو، تمام؟ وكنا اتعلمنا ازاي ممكن نحسب الاتش، ومنها نحسب هيت ترانسفير لفلو ماشي جوه تيوب. المره دي هناخد جزئيتين، الجزئيه الاولى اللي هو الفلو اكروس باك تيوبس، والجزئيه الثانيه الفلو اوفر فلات بليت. هنبتدي بالجزئيه الاولى، تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي وليكن هواء، الهواء ده هيحكي على تيوبس، تيوب دي بالمصدر خلاص، تمام؟ درجه الحراره بتاعت السطح بتاعها اسمه تي اس، وانت عندك الفلويد اللي داخل ده بيبقى ليه سرعه معينه اسمها يو انفينيتي، وداخل بدرجه حراره اسمها ايه؟ تي ان، وبالتالي هيتغير درجه حرارته ويطلع بقيمه اسمها ايه؟ تي اوت. مبدئيا كده لازم نعرف ان درجه الحراره بتاعت التيوبز دي بتبقى ثابته، تمام؟ ثابته ازاي مش قصتي، يعني يجي في المساله يقول لك انا معدي جواها ميه، درجه حراره الميه دي كذا، هتخليه درجه حراره السطح اسمه تي اس، تمام؟ مش ده اللي انا بدرسه، انا بدرس ايه؟ الفلو اللي معدي على التيوبس بتاعتي، خلاص؟ طيب انا عندي تو ارينجمنت من التيوبس، النوع الاولاني اللي احنا بنسميه انلاين او انلاين، خلاص؟ والنوع الثاني اللي احنا بنسميه ستابل. انلاين انت عندك التيوبس ادي ورا بعض صف كده، طب والستابل خدت الانلاين ده وخدت صف كده وابتديت ايه تطلعه لفوق وهكذا، تمام؟ ده مش هيعمل زي ايه؟ الزجزاج. شويه حاجات نعرفها، ان اي حاجه في الاتجاه الطولي ده هنديها سافكس ال، اي حاجه في الاتجاه العرضي ده هنديها ايه؟ سافكس تي. طيب المسافه من هنا لهنا اسمها ايه؟ اس تي، والمسافه من هنا لهنا هنسميها ايه؟ اس ال، تمام؟ العدد عدد التيوبس في الاتجاه ده اسمه ايه؟ ان ال، وعدد التيوبس في الاتجاه ده اسمه ايه؟ ان تي. طب العدد الكلي ان ال في ان تي، خلاص؟ وبنديله ايه؟ ان بس، ما بنحطش اي حاجه جنبها، تمام؟ طيب انا دلوقتي الفلو عدى خلاص وسخن، خلاص؟ يعني هو كان تي اس، سطح السطح ده تي اس، وهو كان تي ان وطلع بدرجه حراره اعلى اسمها تي اوت، سخن يعني. طيب النصف نمبر حسبوه زي ما انا علمتك المره اللي فاتت ان هو بيتعمل من تجارب، طلع لنا القيمه بتاعت النصف نمبر بتاعته، النصف نمبر بيساوي ايه؟ ثابت في الريلت نمبر ماكسيمم اس ام في البرنتل نمبر 36% في البرنتل نمبر على البرنتل نمبر اس اس اي 1 على 4. طب تعالى نعرف ازاي ممكن نحسب حاجه زي كده. السي 1 والام دي ثوابت، هعلمك ازاي نحسبها. بس نلاحظ حاجه، يقول لك ان ده ايه؟ ريلت نمبر ماكسيمم. فبالتالي الريلت نمبر ده هيتحسب على اقصى سرعه موجوده في الايه؟ في البنك اوف تيوبس. الريلت نمبر ماكسيمم اللي هو عباره عن ايه؟ الرو في اليو ماكسيمم في الديامتر. ايه هو الديامتر؟ ده الديامتر بتاعت التيوب، تمام؟ على الدايناميك فيسكوسيتي. طب اليو ماكسيمم احسبها ازاي؟ تعالى واحده واحده. اول حاجه لما انا كان عندي اللاين ارينجمنت، انت عندك الفلويد بتاعك جاي بسرعه يو انفينيتي. تعالى كده نبص على الفلويد اللي هيعدي في المساحه دي، المساحه دي اللي هي عباره عن ايه؟ الطول بتاعها اس تي والعرض كده خلاص اللي هو في اتجاه السبوره اللي هو ال اللي هو طول الايه؟ المواسير. فبالتالي قبل ما نبتدي اللي هيتكلم عشان في المساحه دي اللي هي عباره عن ايه؟ اس تي والطول بتاعك اللي هو الاف، تمام؟ بعد ما تعدي في المساحه دي هتعدي في مساحه ايه؟ اضيق، تمام؟ فاليو ماكسيمم موجوده فين؟ موجوده في المساحه الاضيق اللي هي المسافه دي، تمام؟ طب تعالى نطبق الماس كونسرفيشن، عندك الماس فلو ريت اللي هنا هو هيعدي هنا. فانت عندك تعالى نبص على اللي هنا اللي هو عباره عن الرو في السرعه اللي هو يو انفينيتي، صح ولا لا؟ مضروبه في المساحه اللي هي عباره عن ايه؟ الحته دي هي عباره عن اس تي، صح؟ مضروبه في الطول ده اللي هو ال، طول المواسير، يبقى اس تي مضروب في الايه؟ في الايه؟ هيساوي ايه؟ هيساوي اللي هيعدي هنا اللي هو عباره عن ايه؟ الرو في السرعه اللي هي بالنسبه لي ايه؟ ماكسيمم، تمام؟ الحته دي هي عباره عن ايه؟ اس تي ناقص الديامتر، صح ولا لا؟ يبقى ده عباره عن اس تي ناقص الديامتر مضروب في الايه؟ في ال. تبص كده تلاقي ال راحت مع الام والروح ما راحت مع الرو، يبقى عندك اليو ماكسيمم بكام؟ عباره عن اس تي، صح؟ على اقسم على دي، اس تي ناقص الدي مضروبه في الايه؟ في اليو انفينيتي. فلازم علشان تطبق في الريلت نمبر كنت محتاج تعمل ايه؟ تحسب اليو ماكسيمم، تحسب اليو ماكسيمم من هنا وتطبق في الريلت نمبر، الريلت نمبر. طيب لو انا كان عندي استاجرت القصه هتختلف شويه، تعالى كده ايه؟ هاخد ثلاثه من دول كده وانقلهم هنا بس عشان يبقى الموضوع اوضح. ادي عندك ادي تو تيوبس اهي، تمام؟ المسافه من هنا لهنا قلت لي ايه؟ اسمها اس تي. المسافه من هنا لهنا اسمها ايه؟ اس ال. خلاص؟
خلاص؟ وده اسمه ايه؟ دي. تمام؟ طيب اول حاجه الفلو اللي هو سرعته يو انفينيتي هيعدي على مساحه ايه؟ اديه صح؟ تمام؟ اللي هي المساحه دي اللي هتبقى عباره عن ايه؟ اس تي ناقص دي صح؟ الطول اللي هو ايه؟ الطول ده مشترك سيبك منه، تعال نبص على المسافه. يبقى هيعدي في مسافه اسمها اس تي ناقص دي. بعدين هيتوزع شويه يمشي كده، النص يمشي كده والنص يمشي كده. طيب المسافه دي والمسافه دي كام بالظبط او طولهم كام؟ هنا بنديله رمز بنقول عليه او المسافه من هنا لهنا اللي هي الدياجونال دي بنسميها اس دي. خلاص؟ فالقيمه من هنا من السنتر للسنتر في الاتجاه ده بنسميه اس دي. فالمسافه دي هي عباره عن ايه؟ اس دي ناقص دي صح ولا لا؟ طب انت عندك هتعدي في ناحيتين صح؟ فبالتالي المسافه اللي هنا اللي هي عباره عن اس دي ناقص دي خلاص؟ الفلو هيمشي منها وبعدين هيعدي على مساحه اللي هي عباره عن 2 اس دي ناقص دي صح ولا لا؟ تاني انت عندك الفلو هيعدي في المساحه اللي هي اسمها اس دي بسرعه اسمها ايه؟ يو انفينيتي. هيعدي بعدين على مساحه اسمها ايه؟ اس تي ناقص دي صح؟ في الطول سيبك من الطول تمام؟ يبقى اس تي ناقص دي تمام؟ بعدين هيعمل ايه؟ هيعدي على مساحه اسمها 2 اس دي ناقص دي صح ولا لا؟ بالظبط انا اليو ماكسيمم فين؟ في المساحه الاضيق صح؟ فلازم اشوف الاس تي ناقص دي اضيق من ال 2 اس دي ناقص دي ولا لا؟ تمام؟ فلو كانت الاس دي دي المسافه ما بين ايه وايه؟ المسافه اس تي ناقص دي هي المسافه دي خلاص؟ الاس دي خليها رقع الاس تي ناقص دي المسافه اللي هي صح؟ لو كانت اكبر من المسافه اللي هي خلينا نعملها اصغر من المسافه اللي هي هنا وهنا المسافه دي اللي هي عباره عن ايه؟ مش كل ده اس دي يبقى اس دي ناقص دي صح؟ 2 اس دي صح؟ 2 اس دي ناقص دي صح؟ تمام؟ يعني عندك الفلو هيعدي من هنا وبعدين هيتجزء فانا عايز اعرف هل المساحه دي اضيق ولا مجموع المساحتين دول اضيق؟ الاضيق هو اللي هيبقى عنده اليو ماكسيمم فانا لازم اعمل التشيك. لو كانت الاس تي ناقص دي اصغر من 2 اس دي ناقص دي ساعتها الماكسيمم هيحصل فين؟ يبقى ساعتها هنقدر نقول ان اليو ماكسيمم بكام؟ هي عباره عن الاس تي عندها يو انفينيتي صح؟ يعني المساحه الاس تي بيعدي عندها ايه؟ سرعه يو انفينيتي. طب اليو ماكسيمم المساحه بتاعتها كام؟ احنا هنا انهي الاصغر؟ اس تي ناقص دي اس تي ناقص دي تمام؟ طب لو كانت العكس يعني لو كان اس تي ناقص دي اكبر من 2 اس دي ناقص دي يبقى ساعتها اليو ماكسيمم هتبقى موجوده فين؟ طالما ان دول هم الاصغر يبقى المساحه موجوده او السرعه الماكس موجوده فين؟ اللي هتعدي هنا صح؟ فيبقى ساعتها اليو ماكسيمم بيساوي اس تي وهنا اليو انفينيتي تمام؟ طب مين الاصغر؟ الاثنين يبقى اللي تحت هنا هنحط دايما اللي هو ايه؟ القيمه الاصغر تمام؟ وصلت؟ طب كده احنا قدرنا نحسب الريلت نمبر صح؟ طب قبل ما تقول لي احسب الريلت نمبر هتقول لي كده القيم دي تحسبها عن انهي تمبريتشر؟ مبدئيا كده هو بيقول لنا في المساله تمام؟ هنا بيقول لك ان انا هتحسب البروبرتيز دي عند التي مين بالك او اسمها تي افريج اللي هي عباره عن ايه؟ التي بتاعت الدخول زائد التي بتاعت الخروج على الاثنين. كده حسبنا الايه؟ البروبرتيز تمام؟ كده نقدر نجيب الريلت نمبر تمام؟ طب بعد ما تحسب الريلت نمبر تعمل ايه؟ تطبق في القانون تمام؟ تبص كده مبدئيا تلاقي ان القيمه اسمها بي ار اس دي البرنتل نمبر محسوبه عند الايه؟ يعني البيئه بالظبط البرنتل نمبر دي اس محسوبه عند التي سيرفس ايه هي التي سيرفس؟ هي درجه الحراره بتاعت الايه؟ الماسوره بتاعتي. طيب تبص هنا تلاقي ان في سي 1 وام السي 1 والام دي ثوابت بنجيبها منين؟ بنجيبها عن طريق تيبل المنظر ده تمام؟ طيب التيبل ده هو اكبر من كده لكن جايب لك جزئيه منه تمام؟ بيقول لك انت شغال ايه؟ انت شغال الاين ولا شغال ستاجر تمام؟ فانت تحدد انت لازم تبقى عارف انت شغال ايه بالظبط. طيب بعدين تبص انت الريلد نمبر بتاعك فين بالظبط؟ شوف انت في انهي رينج ولتكن انت طلعت مثلا الريلد نمبر بتاعك ولتكن كنت هنا مثلا وانت شغال الاينت يبقى السي 1 بكام؟ بكذا والام بكام؟ بكذا. وصلت؟ طب حاجه تاني لو انت كنت الريلد نمبر طلعت هنا وانت شغال الاينت هنا صح؟ فالسي 1 بكام؟ بكذا والام 1 بكام؟ بكذا. هتقول لي طب هنا مكتوب اس تي على اس ال اكبر من 7 من 10 انت هناخدها دايما تمام؟
يعني انت هتاخدها حتى لو كان اصغر هتاخد نفس القيمه، انت ما عندكش خيار تاني. ولكن كل الفكره ان لو كان اس تي على سي اصغر من 7 من 10 كان يستحسن تشتغل سجل، ولكن طالما المساله الاين هنشتغل والريد نمبر في الرينج ده هنشتغل على طول بالقيمه الموجوده هنا. تمام وصلت؟ يعني اول حاجه بنحسب الريد نمبر بنحدد اذا كان ايه ده ولا ما حددش حاجه. الريد نمبر حسبناه صح؟ عايزين نحدد احنا فين بالظبط؟ اهي ده الرينجات بتاعت الريد نمبر عشان نحدد منها قيم السايد السي 1 والام. تمام؟ طيب وليكن مثلا انا الرينج بتاع الريد نمبر كان طلع هنا وكنت شغال استجل. تلاحظ ان انت عندك قيمتين للاستجل صح ولا لا؟ طب تشتغل هنا ولا هنا؟ مكتوب هنا ايه؟ اس تي على اس ال اقل من 2 وهنا اكبر من 2. فكان لازم تحسب الاس تي على اس ال تاني، اس تي اللي هي عباره عن ايه؟ المسافه من هنا لهنا، والاس ال مسافه من هنا لهنا، تمام؟ تشوف اكبر من 2 ولا اصغر من 2، وعلى اساسه تحدد قيمه الايه؟ السي والام. تمام. وليكن كنا اقل من 2، السي 1 بكام؟ تحسبها برضه، مكتوب هنا؟ تعوض بقيمه اس تي على اس ال وتجيب قيمه السي 1، تمام؟ وهنا قيمه الام جاهزه. عرفنا كده ازاي الثوابت دي نحسبها؟ تقدر كده تحسب لي الناسك نمبر ولا لا؟ اهو الناسك نمبر ده بيجي ليه لما يكون عدد التيوبس في الاتجاه الطولي ده ال ان ال تبقى اكبر من او يساوي 20. اه باشمهندس هو في مسألة اللي يعني لا هو هيقول لك استجرد ولا هيقول لك اللايت؟ هو هيقول لك ايوه طبعا. هو هيديني الاس تي والاس كل ده طبعا طبعا هيقول كل ده تعويض تعويض انا محتاج اجيب بقى تي يونت عشان اجيب تي افريج اللي احسب عنها ايه تي ار بالظبط. احنا هنحسب التي افريج، احنا عايزين نرجع للخطوات دي في الاخر بس ما علينا. هنجيب التي افريج نجيب منها البروبتس نحسب اليو ماكسيمم فين بالظبط وبالذات لو كانت استجرد. خلاص حسبنا الريت نمبر خليك معايا حسبنا الريت نمبر. بعد ما حسبنا الريت نمبر ندخل عشان نجيب قيمه الايه؟ الثوابت. بعد ما جبنا قيمه الثوابت جبنا قيمه الناسك نمبر. خد بالك الناسك نمبر اللي احنا حسبناها دي لما يكون قيمه الان ان اكبر من او يساوي 20. طب لو كانت اقل لازم اعمل كوريكشن، الرقم اللي انا جبته ده مش هيبقى مظبوط. فقال لك لو انت الان ان بتاعتك دي اقل من ال 20 هتضرب كساب كوريكشن كوريكشن فاكتور. تمام؟ يبقى الناسك نمبر اللي انت كنت لسه حاسبها اللي هي بتاعت الان ان اكبر من او يساوي 20 دي تضربها في كوريكشن فاكتور عشان تطلع الناسك نمبر بتاعتك الحقيقيه. طب الكوريكشن فاكتور ده تجيبه منين؟ بص هنا بيدي لك ايه؟ تيبل بالمنظر ده بيقول لك انت هتحسب منه الكوريكشن فاكتور اللي هو اس 2 شغال الاين ولا شغال استجرد؟ تحدد صح؟ طب عدد الان ال بتاعتك كام؟ وليكن مثلا كانت 10 وانت شغال اونلاين يبقى ساعتها الكوريكشن فاكتور بتاعك كام؟ 97%. يبقى احنا هنمشي ونجيب دايما ناسك نمبر من القانون ده. لو كنا اقل من ال 20 هنعمل ايه؟ نضرب في الايه؟ على فكره اخرها بتبقى 16. يعني لو بعد 16 هنعتبرها هي ايه؟ انا بحضر القانون ال ال هنا القيم دي هي ان ال عندك 2 3 10 13 ايا كان. خد الاجر بس هي هتلاقي القيم قريبه جدا في الاخر. الزياده يعني عن ال 20 لا مش الزياده هي دي ازيد لو ازيد من 20 خلاص الناسك نمبر انت جبتها وخلصت. لو اقل هتضرب في كوريكشن فاكتور. تمام؟ طب ولو معلش تي ار اس من التيبل ايه؟ تي ار اس من التيبل اه عندي تي اس مش احنا هنا عشان ندخل على البروجكت زي المره اللي فاتت دخلنا بتي افريج هنا ندخل بتي اس. تمام؟ كانت ظهرت عندنا في اللامينا في الاول لو تفتكر كانت ممكن ما يجيش الكوشن بتاع الفروض وعامل زي المره اللي فاتت ده اللي بيحصل ده اللي هيحصل المره دي. تمام؟ طيب كده احنا عرفنا نجيب الناسك نمبر تجيب لي الاتش ازاي؟ الاتش ازاي تجيبها؟ لا المسل في الكي على الديانت. تمام؟ حد عنده مشاكل لحد دلوقتي؟ طب حلو قوي. بعد ما جبت الاتش الكيو تجيبها ازاي؟ الكيو بتساوي ايه؟ الاريا سيرفس في الاتش في الدلتا تي صح؟ الدلتا تي هي عباره عن ايه؟ ايه؟ التي سيرفس ناقص التي مين برضه صح؟ زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت. بس انا قلت لك المره اللي فاتت ان ده تقريبي صح؟ لكن الصح ان احنا نستخدم ايه؟ او اصح يعني هو تمام احنا اشتغلنا المره اللي فاتت بالشكل ده وهنكمل بيه. ولكن المره دي هنشتغل ايه؟ بحاجه اسمها اللوجيستيك مين في البريكشر ديفرنس. هفهمك ليه؟ احنا المره اللي فاتت كنا بنحط مكانها ايه؟
تي اس ناقص تي مين بالك صح؟ اللي هي تي افريج بالنسبه لك. طيب زي ما قلت لك المره اللي فاتت الكلام ده كان تقريبي، اشمعنى؟ تعال كده نرسم. انت عندك درجه الحراره بتاعت التسخين او درجه الحراره بتاعت التيوب تي اس مثبته صح؟ فهي دايما تي اس. تمام؟ درجه الحراره بتاعت الفلويد اللي داخل اسمها تي ان. هيحصل لها ايه؟ هتسخن، تبقى تي اوت. بالمنظر ده. هتقولي ايه ده انت ليه رسمتها شكل بالشكل ده ما رسمتهاش خط؟ ليه ما رسمتهاش خط ووصلتها كانها خط؟ انت عندك في الاول خالص في تمبريتشر ديفرنس ماله؟ عالي، وبالتالي الهيت ترانسفير هيبقى ايه؟ عالي، فبالتالي هتلاقيها بتقرب بسرعه للتي اس، لكن في النهايه في الاخر خالص لما تيجي قبل ما تخرج هتلاقي ان التمبريتشر ديفرنس ماله؟ قليل، وبالتالي الهيت ترانسفير ريت ماله؟ قليل، بالتالي معدل الزياده هتلاقيه بطيء. ففي الاول كان معدل زياده سريع، تلاقي ايه؟ بتزيد بسرعه درجه الحراره، ولكن في الاخر هتلاقيها ببطء. فما بتمشيش خط، بتمشي كانها لوغاريتميك فانكشن. في الاول خالص كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول فرق درجه الحراره ما بين السطح اللي هو تي اس والايه؟ والافريج. لان انت عندك درجه الحراره مالها بتتغير، فكنت بتاخد الايه؟ الافريج بتاعك هو ايه؟ تي مين بالك. وصلت؟ تمام؟ بس الفكره هل ده فعلا الافريج بتاع الخط ده؟ لا، ده كان يبقى الافريج امتى؟ لو كانت لينير صح؟ فتقول ده زائد ده على الاثنين يبقى ده الافريج فعلا، ولكن احنا اكتشفنا دلوقتي ان هو ايه؟ هو مش لينير صح؟ فبالتالي كان لازم يعملوا ايه؟ ياخدوا الشكل ده خلاص ام بيجيب تي اس ناقص الافريج الحقيقي بتاعه. فالكلام ده طلع لنا لوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس. بنحسبه ازاي؟ قال لك المسافه من هنا لهنا بنسميها دلتا تي اوت، اللي هي عباره عن ايه؟ تي اس ناقص الايه؟ التي اوت. المسافه من هنا لهنا بنسميها دلتا تي ان، اللي هي عباره عن ايه؟ تي اس ناقص التي ان. لو بدلت دول يبقى دول يتبدلوا. تمام؟ طيب قال لك بقى ساعتها الدلتا تي لوغاريتميك مين هيساوي هات اي حاجه منه ولتكن دلتا تي ان مثلا. خلاص؟ ناقص دلتا تي اوت على لين فديت دلتا تي ان صح؟ يبقى هي اللي بتحطها فوق دلتا تي ان على دلتا تي اوت. وصلت؟ من هنا نقدر نحسب الايه؟ قيمه الكيو. وصلت؟ تمام؟ حد عايز يصور الحته دي عشان امسحها؟ طب تعالى نكمل بعد. تعالى نكمل. طيب في قانون الدكتور هيدوله جاهز اهو. بتقدر تجيب منه التي اوت، بس انا عايز اعرفك تجيب منين؟ اشمعنى؟ علشان تبقى فاهم يعني التركيبه دي والاي تو باور نيجاتيف كذا ومن جواها اتش الكلام ده كله جاي ازاي بالظبط. خلاص؟ فخليك ايه ماشي معايا سريعا. انت عندك الكيو احنا حسبناها صح؟ هي عباره عن ايه؟ لا بالنسبه ده عشان واضح. هي عباره عن اي اس صح؟ بالاتش في الدلتا تي. اي اس اتش دلتا تي لوغاريتميك مين؟ الكلام ده بيساوي ايه؟ زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت طبق كده الفيرست لو ثيرمودايناميكس على حاجه زي كده. يبقى ما في وورك ما فيش وورك صح؟ الكيو بتساوي ايه؟ دلتا اتش صح؟ اللي هي عباره عن ايه؟ سي بي دلتا تي ام دوت سي بي دلتا تي. فالكيو اللي احنا حسبناها دي عن طريق الكونفكشن هتساوي ايه؟ الكيو اللي كان جاي من فيرست لو ثيرمودايناميكس صح؟ اللي هي عباره عن ام دوت في السي صح؟ في الدلتا تي اللي هي عباره عن ايه؟ تي اوت ناقص تي ان. ايه؟ الكيو دي جايه منين؟ كونفكشن صح؟ هتروح لمين؟ للميه الوركينج فلويد بتاعي. طبق الفيرست لو على الميه كده مفيش ووك صح؟ يبقى الكيو اللي هي جايه له من الكونفكشن هتساوي ايه؟ دلتا اتش ام دوت السي دي في الدلتا تي ما بين الخروج والدخول. فاهم؟ طب تعالى كده نفك الكلام ده واحده واحده. الاريا سيرفيس اللي هي عباره عن ايه؟ هي المساحه اللي بيحصل منها كونفكشن. ده في الاول ده قانون كونفكشن. التيوب الواحده المساحه السطحيه بتاعتها كام؟ باي دي ال صح؟ باي دي ال. تمام؟ بس هم عددهم كام؟ ان ال في الفلويد اللي بيمشي لا مش التيوب الفلويد اللي بيمشي ايوه اللي هو ايا كان خلاص هو بيبقى هواء بس ايا كان دي بتاعت الفلويد اللي بيعدي مبدئيا كده اي حاجه بتعدي جوه التيوب مش قصتي خالص في النهايه هي بتثبت درجه الحراره بتاعت التي اس انا لما بدرس
الفلو اكروس بانك اوف تيوبس حتى من اسمها كده هي الفلو اكروس بانك اوف تيوبس. فموضع الدراسه بتاعتي اللي هو الفلو اللي معدي على الايه على التيوبس مش اللي جواها تمام. طيب الباي دي ال مضروبه المفروض في ايه في عدد التيوبس اللي هي عباره عن ايه ان ان في ان تي اللي انا قلت لك هسميها ايه هسميها ان بس. طيب تعالى نفك اللوغاريتم مين تمبريتشر ديفرنس دلتا تي ان هي عباره عن ايه تي ان ناقص التي اس صح ناقص تي اوت ناقص التي اس على لين تي ان ناقص التي اس على تي اوت ناقص التي اس تمام ايه فاضل الاتش الكلام ده كله هيساوي ايه تعال نشوف الحته الثانيه ان دوت هي عباره عن ايه الرو في الاريا بالسرعه صح ادي الرو تعال ناخد عشان اوصلك القانون ده بس تبقى مقتنع يعني كل ده بروف اصلا ايه كل ده بروف اه مش لازم ايه مش لازم قصدي لا لا بس انا فاهمك يعني انت القانون ده جه منين ال طيب السرعه لو خدنا اليو انفينيتي جبنا السرعه لو خدنا اليو انفينيتي فهي بتعدي في انهي مساحه المساحه دي كليه صح يبقى تعالى كده ناخد السرعه هي اليو انفينيتي فبالتالي المساحه اللي بتعدي فيها هي عباره عن ايه اس تي مضروبه في الايه في ان تي يبقى كده انت جبت الطول كله صح مضروبه في الايه في الويدث اللي هو ناحيه السبوره كده العمود على السبوره اللي هو ال اللي هو طول الايه الماسوره فبالتالي اس تي في ان ايه ان تي ادي اس تي في ان تي مضروبه في الايه في الطول. حد عنده مشاكل كده؟ طب كده احنا جبنا الايه جبنا الايه كده كل ده على بعضه ده الام دوت مضروبه في الايه في السي بي مضروبه في الايه تي اوت ناقص التي ان. طيب تعالى كده ايه نشطب مع بعض الطول ده هيروح مع الطول اللي موجود هنا تمام. بص كده التي اس دي هتروح مع التي اس دي تمام وصلت. طيب تي اوت ناقص تي ان هتلاقي راحت مع الايه مع الحته دي تي ان هنا بس تي ان ناقص تي اوت هيبقى في نيجاتيف تمام. فالكلام ده هيتشال ويتحط مكانه ايه نيجاتيف واحد صح تمام كده. طيب او خلينا بس نشيل الحته دي نخلي النيجاتيف موجود هنا تمام. طيب اضرب كده يبقى ساعتها لين تي ان ناقص تي اس على تي اوت ناقص تي اس هتساوي ايه؟ هيتساوي الكلام ده على اللي هنا اللي هو عباره عن ايه؟ ادي فاي في الدي في الان ايه كمان؟ في الاتش على الرو في اليو انفينيتي اس تي ان تي مضروبه في الايه؟ في السي بي تمام؟ طيب شيل اللين دي وتخليها هنا ايه؟ اي خلاص؟ بص الكلام ده تمام؟ طيب انا عايز التي اوت تبقى ناحيه لوحدها صح فهتضرب هتضرب كده وتودي ده الناحيه الثانيه خلاص يبقى عندك تي اوت ناقص التي اس هتساوي ايه تي ان ناقص التي اس مضروبه في اي تو باور نيجاتيف الكلام ده كله خلاص يعني نيجاتيف الكلام ده تمام. انا بس طلعتها فوق فبقت اشاره مختلفه. طيب ودي التي اس الناحيه الثانيه يبقى عندك التي اوت بتساوي تي اس هنا علشان بس نظبطها شبه القانون هاخد نيجاتيف عامل مشترك عشان تبقى شبه القانون هيديه لك الدكتور. خد نيجاتيف عامل مشترك يبقى عندك ايه؟ بقت تي اس ناقص التي ان اي تباور نيجاتيف كل الكلام ده خلاص؟ هو ده الفكره بتاعت القانون دي فهمت جت منين؟ إيه؟ طيب القانون ده الدكتور هيديه لك جاهز خلاص؟ فهمتوا كده الدنيا؟ بعد كده نحل مسألة. مبدئيا كده هنحل المسائل اللي هي الموجودة في التي نوت هنستخدمك فيه. ايه؟ التي نوت هنستخدمك فيه. هوريلك لما نحل مسألة، يعني المهم احنا هنا نقدر نجيب منها التي نوت صح؟ بعد كده ايه؟ ايه هي التي نوت؟ ايه هي التي نوت اصلا؟ خروج. طيب ماشي. ماشي. طيب عايزين حد عايز يتصور في اللاين ارينجمنت موجود هو ايه بس كده؟ هنا بيقول لك ايه انا عايزك بس ايه تركز بس في الحته دي عشان اللخبطه مش اكتر. هنا بيقول لك ان في هوت ووتر هيعدي جوه تيوبس خلاص علشان تسخن هواء ماشي او فلو اكروس ذا بانك تيوبس بالتالي الووتر فلو بتاع اللي هو ايه
الهواء الميه دي ولا قصتي خالص. الميه دي وظيفتها ايه؟ تحافظ على درجه الحراره بتاعت الكيوب انها تبقى ايه عند التي اس. فاهم؟ مدي لك ان هو اللاين خلاص، وقال لك كل الابعاد، وقال لك ان التي اس 47، وقال لك الهواء اللي جاي ده سرعته 10 متر على الثانيه، والتي انيشال تي ان يعني 27 درجه، ومدي لك عدد التيوبس في الاتجاه ده 10 وعدد التيوبس في الاتجاه ده اللي هو ايه 6. فاهم؟ عايز ايه بقى؟ عايز احسب التمبريتشر بتاعت الفلو، عايز احسب الكيو، عايز احسب الاتش. تمام؟ طيب مبدئيا كده هنا في المساله اي احسب لي مدي لك القوانين، يعني القانون هتلاقي شبه القانون ده ما عدا الحته البي ار دي مش موجوده. تمام؟ هو مدينا القانون كده هنشتغل بيه. تمام؟ وقايل لنا البروبرتيز هتحسب عند ايه؟ قايل لنا هنا عند التي مين فيلد. تيجي انت تعملها عند التي او التي مين بق؟ هو قايل لي كده في المساله، فهشتغل عند الايه؟ عند التي مين فيلد. هو ايه؟ جايب التي او فيلد. هو قايل لك في المساله كده، طب هنشتغل على ايه؟ طيب التي مين فيلد تجيبها ازاي؟ هي عباره عن ايه؟ التمبريتشر بتاعت السيرفس زائد الايه؟ زائد التي مين بق، صح ولا لا؟ على الاثنين. طب التي مين بق معاك؟ تجيبها ازاي؟ تي اوت. تي اوت مش معايا، انت انا عايز هعمل ايه؟ يبقى اجيبها من القانون. القانون ده جواه اتش، انت معاك اتش؟ ايه؟ بالظبط، تفرض رقم، صح؟ انا عايز اقول لك برضه الدكتور بيعمل ايه بالظبط؟ الدكتور في المسائل دي بيقول لك انا طالما انت عايز تحسب التمبريتشر عند تي مين فيلم، انت عايز تحسبها عند ايه؟ تي فيلم زائد تي مين بار. طب ما تعالى نحسبها عند تي اس من غير ما نفرض، ونقول تي اس زائد التي ايه اللي داخله بس. طبعا هو الفرد ده ماله؟ مش دقيق قوي، صح؟ خلاص؟ المهم تعالى نكمل بيه. تعالى نكمل بيه. طبعا انت لو فرضت ان هو التي اوت برقم اشتغل زي ما احنا عملنا قبل كده عادي جدا، بس انا عايز اقول لك برضه ليه الدكتور بيعمل ايه بالظبط. ايه؟ مش خلاص هو التي مين اصلا قانون ايه؟ اللي هي عباره عن تي سيرفس زي تي مين بالك على الاثنين. ما هو ده اصلا من تي مين خلاص؟ او اكبر من تي مين. ايه؟ تبقى ما بينهم هم الاثنين. ايوه بالظبط. لكن احنا هنا تبقى رقم مختلف. يعني تي مين فيلم دي مش هي الرقم المظبوط، صح؟ ولكن الدكتور بدايه ده فرض، يعني هو الدكتور فرض ان انا هحسب البروبرتيز عند الايه؟ تي مين فيلم المتقاس عند الايه؟ عند الدخول، ولكن الصح ان احنا نحسبها عند الايه؟ تي مين بارك. تي مين بارك، تعال نكمل ونشوف يعني الموضوع ده يظبط ازاي؟ اي حاجه في الامتحان ما اعرفهاش طبعا. طيب تعال نكمل، مبدئيا كده احنا خد بالك احنا بادئين بايه؟ بفرض، صح؟ يعني ده فرض في النهايه. طيب دلوقتي انت جبت التمبريتشر خلاص؟ طلع معاك بكام؟ طلع معاك يعني انت قلت التي اس اللي هي 77 زائد التي ان اللي هي 27 على الاثنين، طلع معاك بتزود عليها 273 تطلع 325 كلمه. تدخل على الجداول بتاعت الهواء وتجيب قيمه الايه؟ الرو والدايناميك فيسكوستي والسي بي والكي والراندوم نمبر، صح؟ ما تنساش لما تيجي تدخل تحسب كمان الراندوم نمبر عند الايه؟ عايز سيرفس. ما ندخل بالتي اس كمان. جيب لي البرنت نمبر عند الايه؟ تي اس. عند الدي اس اللي هي عباره عن ايه؟ 77 زائد 273. تمام؟ عشان تبقى كده جبنا البروبرتيز كلها. تمام؟ طيب بعدين نحسب اليو ماكسيمم عشان تحسب الرينت نمبر. اليو ماكسيمم تحسبه ازاي؟ اليو ماكسيمم بتساوي الرو سوري الاس دي احنا بنعمل اليو ماكسيمم. هي عباره عن اس دي على ناقص دي في اليو انفينيتي، صح؟ تلاقي كل الكلام ده معايا، الاس دي بكام؟ 40 مللي، صح؟ اس والدي 25 مللي واليو انفينيتي ب 10. تقدر تجيب اليو ماكسيمم، صح؟ يعني في السؤال نو الاينز؟ عادي في السؤال. طيب بعد ما حسبت اليو ماكسيمم بتعمل ايه؟ تحسب الريلت نمبر، هو عباره عن ايه؟ الرو في اليو ماكسيمم في الدي على الايه؟ على الرايتس كوست. تمام؟ كده حسبنا الريلت نمبر. علشان نعوض هنا ونجيب الباسيف نمبر محتاج تعمل ايه؟ نجيب الثوابت. طيب الثوابت تجيبها ازاي؟ تدخل هنا. طيب الريلت نمبر ده كان طالع 37000. يعني الريلت نمبر ده كان طالع 37000، تدخل تعمل ايه بقى؟ ال 37000 دي موجوده فين بالظبط؟ في الاولانيه، صح؟ طب انت شغال ايه؟ اللاين. يبقى السي 1 بكام؟ والام تقدر تعوض هنا وتجيب لي قيمه الناصت نمبر؟ تقدر، صح؟ كل حاجه معاك. حسبت الناصت نمبر
ان الاصغر من 20 اصغر من 20 بس احنا لازم نجيب ده عشان نضربه في الكوركشن بالظبط نخش مع الكوركشن بالظبط فاحنا الناصف نمبر ده حسبناه صح ولا لا يعني احنا عوضنا وجبنا كونت الناصف نمبر ادي اهي طلع 204 طيب بعد ما انت حسبتها المفروض تعمل ايه احنا اقل من 20 زي ما انت بتقول وبالتالي نضربه في الكوركشن تدخل على قيمة الكوركشن شارت ده خلاص مش كوركشن شارت تيبل ده خلاص تحسب منه قيمة السي 2 احنا اونلاين صح والان ال بتاعتنا كام احنا كام شغالين هي 10 صح فبالتالي قيمة الايه السي كام 97% يبقى ساعتها النص النمبر بقى بتاعنا اللي هو عند الان ال بتساوي ده طبعا عند الان ال اكبر من او يساوي 20 صح هنا عند الان ال ب 10 عباره عن ايه السي 2 اللي هو كام 97% مضروب في الايه النص الضمه اللي احنا لسه مطلعينه هو 204 تطلع على قيمه الايه النص الضمه هي طالعه 198 طيب يبقى النص الضمه ولو كانت مثلا النص الضمه او ال ان ال كانت 17 مثلا هنعتبرها او باي هي بص بعد ال 17 بتبقى الرقم خلاص 99 وجاب بيه حاجات اعتبرها بواحد ممكن تعديه تمام كده احنا جبنا ليه جبنا قيمه النص الضمه صح تحسب منها ليه؟ الاتش تحسبه ازاي؟ تمام كده احنا حسبنا ليه؟ قيمة الاتش بعد ما حسبت قيمة الاتش تعمل ايه؟ هو عايز معايا الديامتر طيب هو عايز الكيو وعايز التمبريتشر الخارجية التي اول تحسبها ازاي؟ القانون اهو كبير قوي ده تلاقي كل حاجة معاك بس كده تي اس والتي ان وكل الكلام اللي جوه ده معاك ما تحسبش انت حسبتها صح؟ بالتالي تقدر تجيب لي تي اوت ولا لا؟ يعني تعالى كده تحسب التي اوت مثلا طالعه بس عشان كل ده على حسب الفرض اللي انت حاططه بالظبط احنا فرضين في النهايه طالعه 43.5 تمام ده التي اوت خلاص؟ طيب تحسب منه الايه؟ الكيو صح؟ الكيو تحسبها ازاي؟ الاريا سيرفس في الاتش، الاتش ده احنا حسبناها صح؟ مضروب في اللوغاريتم مين في التريتشر ديفرنس اللي هو عباره عن ايه؟ دي اوت ناقص تي اس ناقص تي ان ناقص تي اس زي ما قلت لك الترتيب ما بيفرقش ليه؟ المهم يبقوا زي بعض خلاص؟ تبتدي بتي اوت ناقص تي اس يبقى فوق ايه؟ تي اوت ناقص تي اس هنا تي ان ناقص تي اس مشكلتي ايه؟ ده انا عايز احسب الكيو لا لا خلاص؟ الاريا سيرفيس دي هي عباره عن ايه؟ باي دي ال مضروبه في الايه؟ في العدد الكلي اللي هو ان ال في ان ايه؟ في ان تي تمام؟ مدي لك ان ال هنا وان تي زي ما قلت لك حسبت الكيو صح؟ طيب مبدئيا كده كل الارقام اللي احنا طلعناها دي مالها؟ غلط صح؟ مبنيه على فرض فكان لازم تيجي تقول له ايه؟ في الاخر تقول له ان ايه؟ خلينا نكتب لك كده هنكتب له ان كل الستبس لازم ايه؟ تعيدها هتعيدها ازاي؟ هتقول له عن طريق انك تفرض ان التي مين فيل هتساوي التي ان زائد التي مين بار سوري التي سيرفس زائد التي ايه؟ مين بار على الاثنين بحيث التي مين بار دي مالها؟ بتساوي التي ان زائد التي اوت على الاثنين ما تجيش هنا وتسقط خلاص الحته دي تقول له يعني تكتبها له كده بتساوي وتعوض بالقيمه اللي انت طلعتها تي ان اللي هي بكام؟ 27 الدخله كام؟ هي 27 والتي اوت اللي احنا ايه طلعناها صح؟ وتعوض على الاثنين بحيث ان انت تفهمه ان انت فاهم انت هتكمل ازاي خلاص جبنا التي مين ايه؟ برضه تعوض في التي مين فين وتقول له ايه؟ بس التي اوت اللي احنا جايبينها دي برضه بالظبط ما كده احنا مكملين الافتراض على افتراض ما انا هقول لك اسمح معانا نكمل بقى الحته اللي جايه بالظبط يعني انت دلوقتي طلعت فرض صح؟ ماشي مبدئيا كده الترايل ليرور ده بيقرب للحقيقه فالرقم اللي طالع ده برضه ايه؟ غلط صح؟ اللي المفروض تاخده تعمل ايه؟ تبتدي بيه من جديد صح؟ يبقى عندك ساعتها تبتدي تي اس زائد تي مين بار على الاثنين تطلع رقم الرقم ده برضه هيطلع غلط صح؟
وتعوض لحد ما تلاقي الرقم اللي عوضت بيه هنا هو الايه اللي انتهيت بيه ده الصح. تمام. طبعا حاجه زي كده انت لو عايز تعملها بشكل ادق فتعملها على برنامج خلاص يعني تعمل كده برنامج على الكلاب ولا حاجه يعملها في الكلام ده. تمام. هو ليه ما يدينيش التيم ممكن كده انا عايز ان انا فاهم ان انا مظبوط لو ايه يعني يديني التيم ده انا هحتاجه بدل ما افضل ايه بس ايه يعني ده نوعين مثال ممكن تكون انت محتاج الحاجه زي كده في الحياه ابعت فكره انت هنا برضه يعني انت بص الحل قد ايه في النهايه خلاص انت بس هتحكي له تقول له ان احنا المفروض ايه نستخدم دي لحد ما الكالكوليتد فاليو تساوي الاسيومد وان ان احنا مش خلاص بنشوف التي اوت وبعدين من سواء بالتي من بلوك نطلع تي ان وندخل الخطوه الاولى ايوه هي لوب لحد ما البدايه بتاعتك تساوي النهايه. تمام. تمام. كان انا الاول حاجه كده هي مش بالطريقه دي لكن انا كل الفكره البروبرتيز اللي انا بدل ما كنت بحسب البروبرتيز عند المين بلوك خلاص انا حسبتها عند الايه البدايه يعني انت عندك النهايه البروبرتيز عماله تتغير طول ما انت ماشي بدل ما احسبها كده حاجه في النص كده حسبتها عند البدايه بس دي الفكره لكن مش فكره تي افترضت تي اوت بزيرو هي مش كده انا كلام مش موجوده في الكلام ده انا بقول لك ماشي هي ده الصح بس انا بدل ما احسب البروبرتيز عند ال هي بالظبط كده فهمت الفكره لكن مش فرضت تي اوت بزيرو تمام طيب وصلت كده تعالى كده نبص على المساله اللي بعدها قلت لك بس ثلاثه هم دول الجمول مدي لك الابعاد كلها وقال لك ان عدد الكيوبس في الاتجاه ده 7 وعدد الكيوبس في الاتجاه ده 8 وقال لك ان الفلو او الهواء اللي داخل ده سرعته 6 متر على الثانيه وداخل درجه حراره 15 درجه قال لك احسب لي درجه الحراره بتاعت الخروج خدت بالك ده كده ايه تي اوت يبقى كده ايه ترايل ايرور برضه خلاص والكيو والاتش تمام طيب اول حاجه هتعمل ايه مبدئيا كده هي هنحسبها عند التيم مين بلك عادي خلاص استخدم القوانين بتاعتها طبعا ما عادش يعني بنحسبها التيم مين بلك هو هيقول لك تمام هي المساله دي مكتوبه بالايد فهي مش مكتوبه لكن طبيعي هيديلك القوانين كل حاجه فاحنا هنا هنحسب بالقوانين بتاعتها هي التيم مين بلك خلاص طيب برضو هي تفرض التي اوت هتعمل ايه زي ما الدكتور بيعمل هو ايه يشتغل او يجيب البروبرتيز عند الايه عند التي ان عند التي ان اللي هي بتساوي 15 درجه تمام تدخل على جداول الهواء تحسب الايه تجيب قيمه الرو وتجيب قيمه الدايناميكس فوستي والكي والسي دي والاي والبراند نمبر ما تنساش عند التي اس هو كان اديها لك التي اس ب 70 درجه ما تنساش بقى عند ال 70 درجه دي تدخل وتجيب الايه؟ هتجيب الايه؟ البراند نمبر عند الايه؟ تمام؟ طيب واحنا نزلنا دخلنا عند التي مش المفروض نجيب عند التي مين بلوك؟ ايوه امال ليه دخلنا عند التي؟ يا اما تفرد يا اما تعمل زي ما الدكتور بيعمل، الدكتور بيعمل ايه؟ اه انا بالظبط بدل ما اجيب يفرض التي اوت بيشتغل كان البروبرتيز عند التي ان ويبتدي ايه تمام يطلع قيمه وبعدين المفروض يعوض بيها تاني وهكذا بس انا استنى كل شويه فرض مختلف عن الفرض اللي قبل ما شرحتش حاجه جديده نفس اللي قلت لكم عنها انا صدمت عند التي ان اجيب بروبرتيز عند التي ان حتى لو هتعمل المره اللي فاتت بالطريقه دي برضه عادي مش مشكله يعني انت عايز تعمل كده في المره اللي فاتت مفيش مشكله تمام هي عايز تفرض التي اوت تفرض التي اوت هتشغل غلط طيب يبقى عند كده احنا جبنا خلاص البروبرتيز كلها تحسب الريلد نمبر تمام الريلد نمبر عشان نحسبه عايزين نحسب الايه يو ماكس عشان نحسب السرعه نعمل ايه نستجب نحدد السرعه بتاعتنا الماكسيمم موجوده فين موجوده هنا ولا موجوده على الايه على الاريا دي نحسبها ازاي شوف لي كده الاس تي ناقص الدي بكام الاس تي هي كام 31.3 ناقص الدي اللي هي 16 و4/10 شوف لي كده كمان ال 2 اس دي ناقص الدي بكام؟ 2 السي دي بكام؟ اس دي بكام؟ مش مديهالي لكن مديني ايه؟ مديني المسافه دي والمسافه دي يبقى الاس دي اللي هي المسافه دي بكام؟
بايثاغورس بايثاغورس ده تربيع 34.3 تربيع زائد نص المسافة نص المسافة اللي هي 34.3 تربيع ده تحت الجذر ده ايه بس دي ناقص دي اللي هي كام 16 و4 تبص كده مين اصغر على فكره ان ده كان بيطلع اصغر اس تي ناقص دي تمام بالتالي اليو ماكسيمم بكام اليو ماكسيمم بكام اس تي وهادي اليو انفينيتي تحط كده تحت اللي هو الايه الاصغر صح زي ما اتفقنا طلع ايه اس تي ماينس دي ناقص دي جبنا اليو ماكسيمم بعد ما تجيب اليو ماكسيمم هتعمل ايه تحسب الريال نمبر هي عباره عن ايه الرو في اليو ماكسيمم في الدي على الدايناميكس طلع كام اصغر 14000 طلع 14000 تمام بالتالي علشان ادخل على نفس النمبر محتاج السوابق دي سي 1 والام تدخل على التيبل ده تمام ال 14000 موجوده هنا صح طب الاستجر مش عايزين استجر صح تاخد القيمه دي ولا القيمه دي محتاجين نشوف اس تي على اس ام بكام هتلاقي اصغر من 2 ايوه صح اصغر من 2 فبالتالي احنا شغالين هنا يبقى القيمه بتاعت السي 1 بكام اس تي على اس ام اللي معايا صح والام بكام 6/10 طالما جبت قيمه الاس 1 والام ايه قيمه الاس 1 طلع بتساوي 35 مضروبه في الاس تي اللي هي بالنسبه لنا كام 31.3 والاس ال 34.3 كل ده واحد على 5 كده احنا جبنا الاس 1 صح والام بكام 6/10 جبنا كده السوابق تقدر تجيب لي النص التمر ولا لا صح ده عندنا الان ال اكبر من الايه من 20 جبناه صح طيب بالظبط ليه بقى؟ علشان الـ NL عندي بكام؟ أقل من 7 تمام؟ فساعتها تقول إن نصف نمبر عند الـ NL بتساوي 7 بتساوي إيه؟ الكوريكشن اللي هو إيه؟ C2 بكام؟ تدخل على التشارت يعني أنا هنا مش كاتبها بس عند 7 تشوف قيمة الإيه؟ اللي عند الاستجر صح؟ القيمة بتاعت C2 بكام؟ وتضربها في النصف نمبر ده NL أكبر من 27 ومنها جبت الإيه؟ النصف نمبر طالما جبت النص نمبر ده هتعمل ايه؟ جبنا الاتش جيب الاتش، الاتش اللي هي عباره عن ايه؟ النص خلاص اللي انت لسه جايبه ده مضروب في الايه؟ في الكي على الديامتر جبت الاتش منه تجيب الايه؟ جيب الكيو جيب الكي اوت جيب ازاي الكي اوت؟ كل الكروم ده معاك صح؟ تمام؟ جبنا الكي اوت بعد ما جبنا الكي اوت جيب الكيو ايه؟ جيب الكيو الكيو تحسبها ازاي؟ الاريا سيرفس بالاتش في الدلتا تي لوغاريتم 2 تمام الرقم ده والارقام دي كلها صح؟ كان المفروض تعمل ايه؟ تكتب له في الاخر ايه بقى؟ نفس الكلام برضه ان احنا نستخدم التي اوت دي خلاص ان احنا نعيد الحسابات دي كلها عند البروبرتيز البروبرتيز محسوبه عند التي مين برضه خلاص اللي هي تي اوت زي التي ايه؟ تي ان على مين لحد ما القيمه الاسيوت تساوي القيمه الايه؟ كالكريت خلصنا؟ هو على حسب في قوانين كتير في قوانين محسوبه عند التيمين فيلم في قوانين محسوبه عند التيمين برضه فاهم اه لو بصيت على الورقه هتلاقي فيه كذا لا لا هيقول تمام كده بس فاضل لنا اخر جزئيه كده همسح بس هو ايه حد عايز ليه تمام انت عندك دلوقتي اه المره دي فلو اوفر فلاب ليه واللي في الشيت كله عليها مساله بس واحده خلاص اللي احنا هنحلها بقى طيب هنا بيقول لك لو انت عندك بليت درجه الحراره بتاعته اسمها تي اس خلاص والطول بتاعه اسمه ال تمام وعندك في فلويد هيتحرك بسرعه بيبقى داخل عليك بسرعه يونيفورم كده اسمها ايه يو انفينيتي والدرجه الحراره اسمها تي انفينيتي مبدئيا كده خلينا كده فلويد سيرفر لما يبقى عندك فلويد داخل على حاجه ثابته هيبقى بسبب المسلم كونديشن هيحصل ايه؟ بالظبط تعالى كده عندي مكان معين كده وليكن ادي الاكس بتاعي خلاص عندي مكان اسمها اكس على بعد اكس خلاص تلاقي ان النقطه دي سرعتها بقت بكام؟ بزيرو صح؟ وكل ما تطلع لفوق كل ما يحصل ايه؟
السرعه تزيد صح لحد فين؟ هتفضل تزيد لحد امتى؟ لحد ما توصل نفس درجه السرعه بتاعت اليون انفينيتي صح؟ فتعالى كده وليكن المكان ده هو ده اللي احنا وصلنا له نفس السرعه بتاعت اليون انفينيتي تمام؟ انت حسبت الكلام ده عند اكس معين صح؟ تعالى كرر الكلام ده على كل اكس تلاقي عندك ايه؟ في باوندري اتعملت بالشكل ده، في باوندري لاير اتعملت بالشكل ده. او الباوندري لاير دي كل النقط اللي عليها سرعتها مالها؟ بتساوي اليو انفينيتي. عشان اكون دقيق معاك الحاجات دي بتتحسب عن 99% من اليو انفينيتي مش 100%. طيب اللاير دي بنسميها هايدرو دايناميك باوندري لاير خلاص. طب ازاي ممكن نحسب الثيكنس بتاعها عند كل مكان؟ طبعا هي بتتغير الثيكنس في كل مكان للتاني. طب تحسبه ازاي؟ بعيدا عن الفكره جت ازاي ولكن سريعا كده كونتينيوتي ايكويشن على المومنتم ايكويشنز اتحطوا على بعض واتبسطوا طلع لنا القانون ده ان الثيكنس بتاع الهايدروديناميك باوندري لاير بيساوي 4.64 اكس. ايه هو الاكس ده؟ انت بتحسب عند فين بالظبط صح؟ على جذر الريلد نمبر اللي محسوبه عند الاكس. اقف كده بقى، ايه هي الريلد نمبر اللي محسوبه عند الاكس دي؟ الريلد نمبر بيساوي ايه؟ الرو صح؟ في السرعه، السرعه هنا بالنسبه لنا اللي هي ايه؟ اليو انفينيتي محسوبه عند الايه؟ عند الاكس صح؟ دايناميك فيسكوستي. كده نقدر نجيب الريلد نمبر صح؟ نقدر كده ساعتنا نحسب الهايدروديناميك باوندري لاير تكنس عند اي مكان؟ طيب في حاجه شبهها بنسميها ثيرمال باوندري لاير خلاص؟ احنا هنا كنا بنبص على توزيع الايه؟ او الفيلوسيتي ديستريبيوشن صح؟ هنا هنبص على الايه؟ التمبريتشر ديستريبيوشن. هي داخله بسرعه خلاص يو انفينيتي سيبك منها، داخله كمان بدرجه حراره اسمها تي انفينيتي، درجه حراره السطح ده والتكون اعلى منها اسمها تي اس. يبقى النقطه الملامسه يعني تعالى كده نحسب عند الاكس دي، فلنفترض ان ده الاكس بتاعها تمام؟ النقطه الملامسه هنا تبقى درجه حرارتها اسمها ايه؟ تي اس صح ولا لا؟ كل ما تعلى كل ما يحصل ايه؟ درجه حراره تي اس دي هنفترض انها اعلى من تي انفينيتي، يبقى كل ما تعلى كل ما يحصل ايه؟ تقل تمام؟ تبتدي تقل لحد فين؟ لحد ما توصل لتي انفينيتي، ولتكن مثلا وصلنا لتي انفينيتي هنا، خلاص؟ يبقى هنا احنا وصلنا خلاص لتي انفينيتي، شايف النقطة دي؟ اعمل الكلام ده عند كل اكس يطلع لك باوندري لاير بالشكل ده. تمام؟ هل لازم تكون أقل من الهايدروديناميك؟ لا مش لازم، ممكن تبقى أقل، ممكن تبقى أعلى، ممكن تبقى بتساوي. طب نحسبها ازاي؟ قال لك الثيرمال باوندري لاير ثيكنس ده عند أي اكس عباره عن الهايدروديناميك باوندري لاير على البرنتل نمبر اس تولت. فواضح كده لو البرنتل نمبر ده بواحد يبقى عندنا الثيرمال باوندري لاير هيساوي ايه؟ هايدروديناميك باوندري لاير. وصلت كده؟ حد عنده مشاكل؟ طيب بنلاحظ بقى حاجه، لو انت عندك دلوقتي البليت بتاعك بالمنظر ده ادي البليت وزي ما اتفقنا تدخل بسرعه اسمها ايه؟ يو انفينيتي. يو انفينيتي تلاحظ ايه بقى؟ ان تلاقي الفلو في اول البليت يبقى انسيابي بالشكل ده، وبعدين يبتدي يحصل ايه؟ شويه لخبطه. هو يعني ايه الفلو انسيابي؟ لامينر صح؟ فتلاقي ان هو كان ماشي لامينر وبعدين يحصل له ايه؟ يتقلب لخبطه اللي هي ايه؟ تربلنت. وبالتالي في خط كده فاصل ما بين اللامينر والتربلنت، هو ده الترانزيشن بيحصل ما بين اللامينر والتربلنت فيه. فهنقول ان هو هيحصل عن قيمه اسمها اكس كريتيكال. تمام؟ طب نحسبها ازاي؟ مش احنا قلنا الكلام ده كله بيجي عن طريق تجارب، تمام؟ فلقوا ان الترانزيشن ده بيحصل لما يكون الريلد نمبر بتساوي 5 × 10^5. مش ده اللي جوه التيو 2300. ايوه ده جوه التيو هيساوي اللو في اليو ماك على عشان تجيب الاكس كريتيكال صح؟ ما هو ده اللي انا بحوله دلوقتي. انا عايز لو اي حاجه من الكلام ده، انا عايز دلوقتي قيمه الاكس كريتيكال خلاص اللي يحصل عندها الترانزيشن ده تعمل ايه؟ هتقول ايه بقى؟ هتقول ان الريلد نمبر ده اللي هيحصل عنده الترانزيشن بيساوي 5 × 10^5 ادي الرول في اليو انفينيتي في الاكس كريتيكال، هي دي اللي بدور عليها صح؟ حد انا وصلت؟ طيب كده نقدر نحسب الاكس كريتيكال. طيب كل اللي انا بقوله لك ده بس كده حاجه كده في البدايه، بس انا هدفي الاساسي من كل اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا هنا بنتكلم عن فرصه صح؟ فرصه كونفكشن، عايز احسب الاتش، وعشان احسب الاتش بجيب الايه؟
نصت نصت. فمن القوانين هم طلعوا لنا ايه او من المعادله من التاجور طلعوا لنا معادلتين، معادله بنستخدمها لو كانت لامينه ومعادله بنستخدمها لو كانت ايه تربل. خلاص فلو كان لامينه يعني زي نمبر مين اقل من يساوي 5 في 10 5 النصت نمبر دي عن طريق الايه القانون ده تمام. ولو كانت تربلنت يبقى النصت نمبر هيبقى ايه بالقانون ده. هتسالني سؤال مبدئيا كده لامينر، لامينر ده يعني ايه؟ يعني كلها هتبقى لامينر تمام. طب تربلنت يعني ايه؟ يعني كلها تربلنت مش لازم، ممكن يكون في حته صغيره لامينر بس ممكن نعتبر انها ايه كلها تربلنت. ساعتها وصلت. طيب بعد ما تجيب الكلام ده هتعمل ايه؟ سوي بقى الاتش صح. الاتش كام ناصر الاي على بالنسبه لنا هنا على الدي ايكويفالنت ال اللي هو الطول بتاع الايه لا لا عادي طول ال اللي ده اللي هو بالنسبه لنا الطول بتاع الايه البليت. والريجل نمبر ده مكتوب عنده ايه ال، فهو محسوب عند الايه الطول بتاع البليت. هو الطول البليت كله ولا الاكس اللي احسبها؟ لا لا الطول البليت كله تمام. كده احنا جبنا الاتش هنا هتقدر تحسب لي الكيو ولا لا؟ خلاص الكيو عباره عن ايه؟ الاريا سيرفس اللي هي بتاعت الايه؟ البليت في الاتش اللي احنا لسه حاسبينها في الدلتا تي اللي هي عباره عن ايه؟ تي اس ناقص الايه؟ تي انفنتي تي انفنتي. ما هتشوفها دلوقتي دي المثال ده المثال الموجود. تعال نشوف واحده واحده. بيدي لك بليت وقال لك ان طول البليت 6 من 10 تمام؟ وبيدي لك ان في هواء هيعكس سرعته 8 متر على الثانيه وداخل ب 15 ايه؟ سيلسيس. ودرجه حراره البليت 115 درجه. احسب لي اول حاجه التكنس بتاع الهايدروديناميك باوند اللي هي عند الاكس دي ب 6 من 10. اولا علشان تحسب الاكس الباوند اللي هي محتاج تحسب الايه؟ الرينر صح ولا لا؟ عند ال 6 من 10. طيب علشان تحسب الرينر هتعمل ايه؟ محتاج البرومبت صح؟ طب خليها قبل كده طالما انت قلته كده على طول خليها نشوف البروبرتيز هنا بتتحسب عند ايه؟ بص كده بقى قايل لك كل البروبرتيز بتحسبها عند التي مين فيلت اللي هي عباره عن تي اس زائد تي انفينيتي على الاثنين. فانت عندك التي مين فيلت تبقى عباره عن ايه؟ تي اس اللي هي بكام؟ 115 التي انفينيتي اللي هي 15 على الاثنين طبعا زود عليها 273 عشان تجيب الايه؟ التي مين فيلت. تدخل تجيب قيمه الايه؟ الرو وتجيب الدايناميك فيسكوستي تجيب يعني عشان ايريا صح؟ تجيب كل حاجه اللي انت عايز ارفع من التعامل معاه بكلفن يرفع ما بنتعامل معاه بكلفن ايه؟ يرفع ما بنتعامل معاه بكلفن الكلفن الوتر يبقى سبيس كده احنا جبنا كل البروبرتيز خلاص؟ تحسب لي دلوقتي الريل نمبر عند الاكس مش انت عايز تحسب التكنس عند 6 من 10 يبقى الاكس بكام؟ 6 من 10 يبقى الريل نمبر بكام؟ الرو في اليو انفينيتي الاكس بتاعتنا اللي هي 6 من 10 على الدايناميك ايه؟ حسبت الريل نمبر صح؟ تدخل بقى عوض لي في الايه؟ الهيدروديناميك ايه باوندر لاير هي كام؟ 4 64 اكس اكس اللي هي بكام؟ 6 من 10 على جذر الريل نمبر اللي انت حاسبها عند الناس تطلع لي قيمه الايه؟ هيدروديناميك باوندر لاير. حاجه كده بس انا عايز ايه قبل ما اقول لك والدكتور قال لك مش هيجيبها بس انا عايزك برضه تبقى عارفها علشان بس انا كاتبها ايه في النوتس خلاص؟ قيمه الناس النمبر اللي احنا بنحسبها هنا دي الافريج خلاص. وبالتالي قيمه الاتش اللي انت بتحسبها هنا الايه؟ الافرج. يعني ايه الافرج؟ في الحقيقه قيمه الناس التمر بتتغير من مكان للتاني تمام؟ وبالتالي قيمه الاتش بتتغير من مكان للتاني. ففي قوانين بنسميها اللوكال ناس التمر دي بيقول لك قيمه الناس التمر اللي موجوده هنا كام بالظبط في النقطه دي. بس انت هل لما تيجي تعوض بيها لا انت في النهايه القانون ده هو عباره عن ايه؟ الاريا سيرفس صح؟ الاريا سيرفس كلها فانت لازم تضربها في الايه؟ في الاتش افرج فدي قانون الافرج. لكن هتلاقي في قوانين ثانيه اللي هي بتاعت اللوكال تمام؟ طيب لو عايز اعرف الاتش في نقطه معينه عند اكس معينه بكام؟ الدكتور قال لك لا الدكتور قال مش هجيبها تمام؟ فاحنا انا بس بقول لك علشان ايه هتلاقيها برضه في النوتس وهتلاقيها كمان في الايه؟ في ورق الدكتور يعني. باشمهندس واحنا هنا في الريلونز تبقى رو في الميون يو انفينيتي في الاكس. طب الرينولد احنا بنجيبه بالاكس عندنا اول حاجه من النون صح؟
ايه؟ الاكس اول حاجه انون عندنا صح؟ الاكس اول حاجه انون. لا هو انا عايز التكنس بتاع الهايبر دايناميك باوند اللي هي عند الاكس ب 6 من 10. اه طيب يعني انا عايز احسب التكنس فين بالظبط؟ لازم يقول لي. ماشي تمام. كده احنا قدرنا نحسب الهايبر دايناميك باوند لاير. طب المطلوب اللي بعده قال لك انا عايز احسب الثيرمال باوند لاير عند 6 من 10 تعمل ايه؟ عندك الثيرمال باوند لاير بالظبط عباره عن ايه؟ الهايبر دايناميك باوند لاير احنا كنا لسه حاسبينه مقسوم على الايه؟ البراند نمبر والسكولت. البراند نمبر ده ماله؟ كنا جايبينه من هنا صح؟ طيب قال لك انا عايز الترانزيشن المكان اللي هيحصل فيه ترانزيشن اللامينا للثيرمال هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عايز اجيب المكان اللي هيحصل فيه ترانزيشن اجيب الريلو صراحه عندي لامينا بالظبط. انت عندك دلوقتي الريلو ده عباره عن 5 في 10 اس 5 ده اللي هيحصل فيه ترانزيشن صح؟ ادي الرو بنيو انفينيتي صح؟ من اكس كريتيكال هو ده اللي احنا بندور عليه على دايناميك سبيست. تبص كده لو حليت تلاقي ان الاكس كريتيكال هنا طالع في 1.2 متر عارف ده يعني ايه؟ كلها لامدة صح؟ يعني الترانزيشن المفروض كان يحصل عندي ايه؟ 1 و2 هي كلها كام؟ 6 من 10. طب اللي بعده عايز الاتش افريج اللي هي بالنسبه لنا الاتش اللي احنا بنسميها ايه؟ كام؟ لامينا الترفلنت لامينا صح؟ عرفت منين؟ مبدئيا الاكس كريتيكال مالها؟ خلاص اكبر حاجه كمان كان ممكن تحسب الريلد نمبر احنا اوريدي حاسبينه مش الريلد نمبر انت هتحسبه عند 6 من 10 خلاص مش انت بتحسبه عند ال شوف انا هنا هكتب لك ايه عند ال اللي هو 6 من 10 كنا حاسبين وساعتها كان طالع خليني معلش اكتب لك الايه الرقم كان طالع 2 4 8 5 5 4 خلاص بقى 2 3 4 5 يعني تقريبا 2.5 في 10 اس 5 اقل من 5 في 10 اس 5 خلاص اه نصها تقريبا. طيب كده احنا ايه نقدر نحسب الاتش افريج عن طريق القانون بتاع النصب اللي هو اللامينا اللي هو كام؟ نصب بتساوي 2 رينولد نمبر خلاص هي محسوبه عند ال احنا اوريدي حسبناها بص نص البراند نمبر سي جبت النصب نمبر بتعمل ايه؟ بالظبط الاتش عباره عن نصب نمبر مضروب بالكي على الطول خلاص ال جبنا الاتش بعدين قال لك انا عايز الهيت ترانسفير ريت تعمل ايه؟ الاريا سيرفس الاتش الدفتر دي اللي هي عباره عن اس هنا بيقول لك انا عايز الهيت ترانسفير ريت بريونت ويرتس سمع الاريا بقى هو ما يضربش في الاريا اصلا الاريا سيرفس هتبقى عباره عن ال بالويرتس اللي هو دي خلاص الدي بالنسبه لنا هيبقى بايه؟ واحد والناتج اللي هيطلع اللي هو بالنسبه لنا هنا انا بعت لك الحته دي صح؟ حل تطلع 8 5 5 6 وات من كل متر ايه؟ وصلت؟ اوكي